مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. هل يمكن للمائدة العربية أن تخلو من الخبز؟ دي قصة حياتي ضاع منها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضاع منها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا سواء عن طريق التليفون أو الخطابات أو بيتصلوا بينا تليفونيا، أو بظن أنه من الأهم أنك تكون بتشاهد وبتدخل على موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com، العنوان يظهر على الشاشة قدامك. تقدر تعمل داونلود تحميل لكل الحلقات السابقة، تعمل لها بوست في الفيسبوك أو تبعتها بالإيميل لأصحابك، أو تعرضها في حفلات الاجتماعات عندك في الكنيسة أو في البيت. بنشجعك أنك تستغل هذه القصص اللي فيها رسالة جميلة نافعة لحياتنا الروحية. قصتنا النهاردة بعنوان أرز الحياة، أرز الرز، ولا أقصد الأرز، أرز الحياة. وهي قصة جميلة طريفة لكنها مليئة بالمعاني الرائعة. قصتنا بتتكلم عن المرسل الكندي الشهير أو الأشهر إلى الصين، جوناثان جوفرز. جوناثان جوفرز كان بيعز في جنوب الصين، وحصلت معه قصة النهاردة. هو من مواليد أونتاريو في كندا، ولد يوم 10 فبراير سنة 1859، ورحل ليكون مع المسيح في 8 أكتوبر سنة 1936 عن عمر يناهز 77 سنة. وهو ومراته زوجته روزالين بيلي سميث جوفرز أشهر المرسلين الكنديين إلى الصين على وجه الإطلاق، والذين استخدمهم الرب استخدام عظيم في النهضة الروحية المسيحية الحقيقية في جنوب الصين بشكل خاص. اتخرج من جامعة تورونتو بأنتوريو كندا سنة 1887، واتجوز روزالين قبل ما يتخرج على طول في نفس العام. أنجبوا هو وروزالين 11 طفل، وللأسف الشديد لم ينجوا منهم إلا 6 أطفال، لكن 5 ماتوا نتيجة للتنقلات والأمراض الرهيبة اللي كانت موجودة في الصين في هذا الوقت. له مجموعة كبيرة من الكتب، وكان بيتأثر جدا بكتابات المرسل الأشهر للصين هيدسون تايلور. أثناء الحرب الرهيبة اللي اسمها حرب البوكسر، لما هيج الشيطان الصينيين ضد المسيحيين بشكل خاص وقتل منهم الآلاف، هو كمان اتعرض للخطر والجرح بالسيف جوناثان جوفرز، ولكنه بنعمة الرب نجي بعد ما كان مجروح جرح رهيب بالسيف. نجي هو ومراته روزالين وأولاده الستة، ثم رجع في نهاية حياته إلى كندا ليقضي باقي أيامه هناك. القصة بتاعتنا بتحكي أنه هو جوناثان جوفرز بيوعظ، جاله راجل صيني وقال أنا حضرت لك عدد كبير من الوعظات، كل مرة يسوع المسيح يسوع المسيح يسوع المسيح، هو أنت ما عندكش حاجة تتكلم عنها غير يسوع المسيح؟ فجوناثان جوفرز راجل حكيم ومميز وممتلئ بالروح القدس، سأل الراجل الصيني قال أنا عايز أسألك سؤال. قال له اتفضل. قال له امبارح اتعشيت إيه؟ قال له اتعشيت رز أرز. قال له كويس، والنهاردة اتعشى إيه؟ قال له اتعشى أرز رز، يعني طبعا بيعملوا رز وبيأكلوه بالخشبتين زي ما انتوا عارفين. قال له طب وبكرة تتوقع أنك تأكل إيه؟ قال له أرز. قال له يعني أنت بتأكل نفس الحاجة على طول، هو الشبع بتاعتك؟ قال له كده. وطلع له الآية الجميلة اللي بيقول فيها ربنا يسوع المسيح
في إنجيل يوحنا أصح 6: أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب الحياة للعالم. وترجمت في بعض الترجمات الصينية: أنا هو رز الله النازل من السماء. لأنه زي ما في العرب المائدة العربية لا تخلو من الخبز، المائدة الصينية من المستحيل أن تخلو من الرز. والهدف أن يسوع المسيح هو قوت الشعوب، هو قوت الأسر، هو قوت الأفراد، هو مصدر الشبع، هو أيضا هذا ما سأستكمله معك بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة الرائعة مع مرنمنا الحلو منير حبيب والعازف البارع بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة في كلام يخصك في قصتنا النهاردة، أرز الحياة. جوعني ليك واشبعني بيك، اشبعني ربي بفيض غناك، فلا احتاج في اي أن أشبع من سواك، أن أشبع من سواك. املأ عيني بجمال يسوع، اشغل خيالي بجروح يسوع، فلا أحتاج في أي ضيق أن أبحث عن سواك، أن أبحث عن سوى. امسح دموعي، ابرئ جروحي، أنت شفائي عزاء روحي. نشيد قلبي هتاف عمري، إلهي ليس سواك، إلهي ليس سواك. جوعني ليك واشبعني بيك، كانت هذه الترنيمة. وبصراحة يعني مؤلف هذه الترنيمة إنسان عظيم، علشان أشبع بربنا، أشبع بالمسيح، لازم بجد أكون أساسا جعان لي. ولهذا أن المرنم بيقول لربنا جوعني ليك واشبعني بيك. على فكرة، فكرة جميلة جدا أنك تطلب أن ربنا يجوعك ويعطشك ليه. واحدة من التطويبات الجميلة، البركات يعني، اللي قالها المسيح في الموعظة الخالدة على الجبل، قال طوبى، يعني يا بخت، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. هتقول لي طب يعني لو واحد مش جعان، لو مش جعان هيبقى بياكل أكل تاني.
ولانه بياكل من سم العالم ومن خرنوب العالم ومن امور العالم ما عادش يجوع لربنا، ومش قادر يكتشف ان امور العالم وميه العالم مش هتشبعه. فانا بشكركم جدا على الترنيمه الرائعه، جوعني ليك واشبعني بيك. قصه النهارده القصه الطريفه العميقه ارز الحياه. ارز الحياه هي التسميه اللي سماها المرسل الأشهر الكندي إلى الصين جوناثان جوفرث، لما قال للراجل امبارح كلت إيه؟ قال له رز، والنهاردة قال له برضو رز، وبكرة رز. قال له كده زي ما كل يوم بتاكل رز، أنا ما عنديش حاجة أقدمها لإشباع النفوس الجائعة إلا المسيح. لما سأله الصيني وقال له هو أنت ما عندكش حاجة كل يوم تتكلم عن المسيح؟ صدقني وأنا بحب أول الحكاية دي. قال الرسول بولس لإخوة في كورنثوس، بلد اسمها كورنثوس، لم أعزم أن أعرف شيء بينكم، مفيش حاجة أقدمها إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. عايز أشاركك في قصة أرز الحياة، أرز الحياة، بثلاث أفكار محددة. الفكرة الأولى عن التضحية حتى الموت، والفكرة الثانية عن الصديق والخلود، والفكرة الثالثة عن الشبع الحقيقي بالرب يسوع المسيح. النقطة الأولى عن التضحية حتى الموت، درجة قياس المحبة هي التضحية. يعني إيه؟ يعني زي ما الزلازل بتقاس بالريختر مثلا، ودرجات الحرارة بالفهرنهايتي أو بالمئوية، والمسافات بالميل أو الكيلو، هكذا تقاس المحبة بتضحيتك. يعني انا بقول لك انا بحبك، او انت بتقول لي انك بتحبني، اي درجه؟ هتقول لي يعني ايه؟ اوضح لك. المسيح مثلا قال لتلاميذه انا بحبكم، وبعدين قال لهم المقياس، قال ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. انا بحبكم بدرجه بمقياس أن أموت لأجلكم، وهو أعلى مقياس في المحبة. المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبة لهيب نار لذا الرب. مرة تانية أقول، إذا أنت بتقول بتحب المسيح، يعني إذا بنقول هكذا أحب الله العالم، الله بيحبك وبيحبك وبيحب كل مشاهد بيشاهدني، هتقولي اشمعنى؟ مرة بقول لسواق تاكس ربنا بيحبك، قال يا ريت، مين قالك؟ أتمنى. قلت له انت من العالم وهكذا حب الله العالم، ما كنتش مستوعب. في خبر صار ان الله بيحبك، هتقول لي باي درجه؟ بمقياس ايه؟ قلت يقول الكتاب هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. بقول كده بخصوص جوناثان جوفرس والمرسلين نظيره هيدسون تايلور وغيرهم، اللي فعلا البوكسر اللي هو في ثوره البوكسر بعض الصينيين قتلوا منهم عدد رهيب، قطعوهم، وغيرهم تشارلي مارز اللي ذبحوه برضه في بابا نيوجينيا، وغيره اللي اتكلمنا عنه. الناس دول بيضحوا. هناك مقياس للمحبه وهي التضحيه، وهناك ثلاث مراحل للتضحيه. اول واقل نوع التضحيه بالفلوس. تقول لي لا الفلوس مهمه، طبعا مهمه جدا، بس اذا انا بقدم جزء من فلوسي يعني اسهل، مع انه على فكره تضحية بالفلوس مش سهلة. أحد القديسين العظماء قال عبارة لن أنساها، قال آخر شيء يتغير في المؤمن المسيح الحقيقي للأسف هو جيبه. يعني ممكن يقول كلام حلو، لكن ورغم هذا تكون التضحية بالفلوس بالمادة أقل أنواع التضحية. ثم النوع الثاني وهو التضحية بالوقت. يعني أنا بحبك، هتقول لي بدليل، أقول لك بدليل أني أقدر أقعد معك ساعة كل يوم اديك، يعني اقدم ليك الحاجه، اساعدك في الحاجه اللي انت عايزها. مثلا واحده بتحب، واحده مثلا قريبتها مريضه مشلوله، فبتديها ساعه كل يوم تروح تخدمها، تحميها، تجيب لها اكل. طبعا ده نوع راقي جدا، ارقى، لانه اسهل لها انها تدي فلوس وتخلي واحده ست، لكن هي بنفسها تدي وقت من عمرها، ده ارقى. ثم النوع الثالث والاخير التضحيه بالحياه. بتضحية بالمال، ثم تضحية بالوقت، ثم تضحية بالنفس. جوناثان جوفرس كان واحد من اللي قدم الثلاثة، والجرح فعلا
زي الرسول بولس ما قال انا حامل لا يجلب علي احد اتعابا لاني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. يعني طعنة السيف موجودة كانت في جسد جوناثان جوفرث كعلامة ودليل على حبه للمسيح. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، هل ضحيت لأجل المسيح؟ هل ضحيت بالمال؟ هل تقضي وقت في قراءة الكتاب والصلاة وخدمة المسيح وتربية أولادك وبناتك في الرب؟ أنت بتقول أنك بتحبه، ماذا فعلت؟ حتى في تسالونيكي يقول لك عمل إيمانكم وتعب محبتكم. مرة تانية بقول مقياس المحبة هي التضحية. النقطة الثانية عن الصديق والخلود، في آية جميلة بحبها في مزمور 112، حبها قوي ويا رب أنت تحبها معايا. بتقول الصديق يكون لذكر أبدي. ثم آية في عبرين 11:4 عن هابيل، وإن مات يتكلم بعد. يعني عايز أقول الأعمال العظيمة اللي عملوها بعض الناس زي جوناثان جوفرث أشهر وأول مرسل كندي إلى الصين، احنا بنحكي عنها لغاية دلوقتي. معلش اسمح لي، إن كنت كبير في السن أو صغير اسمح لي بس أهمس في أذنك بكلمة، معلش أرجوك ركز معايا وركز معايا. بعد عمران طويل أنا بكلم المسيح الحقيقي تنتهي حياتك، هل ستترك أثر إيجابي يتحدث به الآخرون كذكرى أبدي ليك؟ هل ستترك آثار في الجيل بتاعك، في الكنيسة اللي انت فيها، في البلد، في القرية؟ الصديق يكون لذكرى أبدي. يا رب خلينا نكون مؤثرين في حياتنا ثم بعد حياتنا. وطبعا المثال الأعظم كان المسيح في حياته مؤثرا، وحينما مات وقام أيضا هو مؤثر تأثير عظيم. لكن أختم كلامي بموضوع الحلقة الأساسي، أرز الحياة أو خبز الحياة. قال المسيح أنا هو خبز الحياة في يوحنا 6:35، أنا هو خبز الحياة اللي ترجمت للصيني رز الحياة، هي أنا هو خبز الحياة. من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. بجد إن آمنت بالمسيح وإن أقبلت إليه بكل قلبك وإن ملا كيانك وفهمت محبته، هتقول على طول دايس على عسلك يا عالم. يعني إيه؟ يعني الآية العظيمة بتقول إن كان حد جعان النفس الشبعانة بتدوس على العسل، وللأسف النفس الجائعة كل مر حلو، يعني يبقى مر وياخد منه حلو. الابن اللي كان ضال لما كان هناك كنا بنسمع انه بياكل الخنازير، هو ما كانش بياكل الخرنوب، ما لهوش، كان يشتهي ان يملا بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تاكله فلم يعطيه احد. في حوالي صدقني 30 وجه شبه ما بين الخبز والمسيح. طبعا وقت البرنامج خلص، ممكن تبعتهم لي على الانترنت وانا بشكرك وتفاعل معايا. من ضمنها ان الخبز هو قوت الشعوب. فاكرين ملكه فرنسا لما قالوا لها الشعب مش لاقي ياكل عيش، قالت لهم مش مهم، ياكلوا حلاوه، ياكلوا جاتوه، ياكلوا كل اللي يحبوه. طبعا هم قصدهم ان العيش اهم حاجه في السفره. ياللي ما عندكش المسيح في حياتك او في بيتك او مع اولادك، انت ما تزعلش مني بلاش، لو انا ما عنديش المسيح ابقى بدون خبز، زي بيت فقري، بيت جعان، شخص خاوي. تعال للمسيح الآن. من ضمن وجه الشبه أن الرغيف أو الرز بيدخل الفرن، والمسيح دخل الفرن بدالي وبدالك، شوي على الصليب، بدل ما أنا أروح الجحيم اتشوى هو. هل تقبل إليه؟ هتقول لي يعني إيه ببساطة؟ يعني مد إيدك وكل برضو، يعني إيه؟ يعني صلي دلوقتي قول له يا رب أنا جعان، أنا جربت النجاسة والخطية، أنا جربت أفلام الدعارة ويمكن الزنا والمخدرات والكذب والفلوس الحرام، أنا تعبان يا رب وكلت كتير من خرنوب العالم وما شبعتش، والنهاردة عرفت إن مفيش حل إلا فيك، أنا بقبلك، تعالى أسكن حياتي، تعالى إملاني بشبع علشان أدوس على نجاسات العالم. لو طلبت ده من قلبك يحررك في الحال ويشبعك ويديك سعادة أبدية. يعني
الوقت معاكم بيمر بسرعه، بس للاسف الحلقه خلصت. اترككم في رعايه الله وانتم في شبه حقيقي بالمسيح. الى حلقه قادمه من برنامجك حياتك في قصه، وانت متمتع دائما بالمسيح خبز الله النازل من السماء. لحلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. درجة قياس المحبة هي التضحية. هل ضحيت لأجل المسيح؟ هل ضحيت بالمال؟ هل تقضي وقت في قراءة الكتاب والصلاة وخدمة المسيح وتربية أولادك وبناتك في الرب؟ أنت بتقول أنك بتحبه، ماذا فعل؟ لو أنا ما عنديش المسيح أبقى بدون خبز، زي بيت فقري، بيت جعان، شخص خاوي. تعال للمسيح الآن. جوعني ليك واشبعني بيك، اشبعني ربي بفضغك.